احنا عندنا شوربه، ده الطبيعي، رقاق ناشف موجود طبعا في كل حته دلوقتي، لحمه مفرومه حته صغيره جدا، بطاطس محمره مكعبات صغيره محمراها، فلفل رومي، بصل، قرفه وجنزبيل، سمنه، بيض. هقول لك هعمل ايه في المراحل دي كلها. انا عندي حته لحمه قد كده وعايزه اعمل بيها صينيه ايه الرقاق قد كده، بس انا هكترها بايه؟ هكترها ببطاطس وفلفل وبصل واعمل لها مهرجانات كده تديكي طعم احلى ما هتعمليها باللحمه المفرومه بس. يعني اللحمه المفرومه تبقى تقيله، لا دي هتبقى خفيفه جدا وتتاكل لوحدها، ممكن ما اعملش جنبها حاجه على فكره، تمام؟ فهنبدا دلوقتي نعملها ايه؟ اعصج اللحمه، بسم الله الرحمن الرحيم، اخد حته سمنه نص معلقه سمن كده، وعندي هنا اخد الاول اللحمه بسخن قوي الطاسه زي ما اتفقنا مع بعض قبل كده، بسخن قوي حته يعني نص معلقه سمن، ما حطيتش كتير. بصوا قطعه اللحمه اللي حطها قد ايه، حتى تاخدها كلها عشان اوريك الميزه اللي انا هعملها هنا. انا بخلي حته اللحمه الصغيره دي حشوه كبيره جدا، وطعمها كمان احلى من الايه، من ان انا اعمل لحمه صافي او صينيه الرقاق باللحمه كده تبقى مليانه وتقيله. شويه بهارات بقى، جنزبيل، قرفه، ملح وفلفل، او بهارات وملح وفلفل لو مش عايزه قرفه، بصل بقى، بصلايه مبشوره كده عشان لو انا بقى مش عايزاها تبان قوي بديها مبشوره، وفلفل رومي الاثنين مع بعض كده، عندي شوربه، شوربه لحمه، شوربه فراخ، اي شوربه عندك حطها في صينيه كده علشان ابل فيها الرقاق. علشان ايه ابل فيها الرقاق؟ ايه اللي بحطه عليها عشان يديني حاجه جديده شويه في الرقاق ويديه طعم حلو؟ شويه بيكنج باودر، يعني حوالي لو انا مثلا عامله لتر من الشوربه عليها معلقه صغيره بيكنج باودر. البطاطس المحمره هطلعها مع النار خلاص، شيلها مع النار، احط بطاطس محمره واقطعها صغير بالشكل ده. طب بص انا كده بس هسيح السمن هنا، هسيح معلقه سمن كبيره، طبعا هو هيبقى منها كتير مش هستخدم كل دي. وهنا انا خلاص كده بصوا هحط بقى 2 بيضه او 3 بيضه حسب كميه الحشوه اللي عندي قد ايه. ممكن احط 2 بيضه كده وابدا ايه اخلطها، بس لازم كلها تبقى فيها بيضه عشان لما البيض ده يسخن يبدا ويستوي يمسك لي كل الحشوه، تمام؟ انا حطيت هنا حوالي 5 ورقات من 4 لـ5 حسب حجم ورقه الجلاش، لو هي سميكه شويه بنحط 4، لو هي رفيعه زي كده بحط 5 ورقات، خلاص؟ حطيت 5 ورقات بقى حطيتهم في الشوربه وبين كل ورقه وورقه مسحه من السمنه، هكمل معاكم النص التاني دلوقتي. انا كده وبعد كده احط بقى الخلطه اللي انا عملتها، حته اللحمه الصغنونه اللي انا شوحتها وبعدين حطيت عليها البصل والفلفل وبعدين البطاطس المحمره. البطاطس المحمره تبقى حبه، يعني تبقى حبه كويسين كده عشان تبقى حشوه مليانه، ويبقى معايا الصينيه دي انا مش محتاجه ان انا اعمل جنبها حاجه، اللي هياكل الصينيه دي هيلاقي جواها الحشوه كانها بياكل حاجه تانيه غير الرقاق. وطبعا حط لها بيض، حط لها 2 بيضه او 3 حسب ما كميه الحشوه عندك قد ايه. المهم ان البيض ده يغطي كل الايه؟ كل الحشوه. ماشي؟ نيجي بقى هنا نكمل بقيه الرقاق. اهو بنبل كده بصوا في الرقاق في الشوربه بالشكل ده، ونحط في الصينيه وندهن سمنه. حوالي من الرفيعه دي 5 ورقات، وساعات بتيجي تخينه شويه يبقى 4 كفايه، بس هي هتلاقيها هبطت بقى وظبطت نفسها في الفرن، تمام كده؟ بس كده.